مساء الخير والعافية والمحبة على كل من يشاهدنا ويتابعنا لهذا اليوم. راح نبدو إياكم برنامجنا المعتاد الظل والضوء. طبعاً مع صراعات البيجات بالوقت الحالي اللي نشوفه كل يوم نشوف بيج جديد وعنده مجموعة من المتابعين اللي يعبر لثلاثة مليون واثنين مليون متابع. طبعاً هذه البيجات ممكن قد تكون مفيدة ومنها ما بي أي فائدة. ممكن مفيدة من خلال إنه هي تقدم لنا معلومة مهمة أو شيء مهم نستفاد من عنده. وبنفس الوقت أكو بيجات مناقضة إلها، مثلاً إنه هي تعطينا أشياء سلبية. اليوم ضيفنا هيثم أبو عراق، صاحب بيج عراق كيكرز ومدون بمواقع التواصل الاجتماعي. أهلاً وسهلاً بيج. مساء الخير. مساء الورد على عيونك. هيثم، بالبداية أنت اسمك هيثم أبو عراق، يعني أنت عندك ابن اسمه عراق؟ لا، محبة للعراق سميت عراق. الله، يعني هسه إذا أنت ما متزوج؟ ما متزوج. طيب إذا تزوجت راح تسمي ابنك عراق؟ طبعاً. أكيد؟ والله. أكيد لو بس كلام. لا 100%. متأثر بالوطن حيل. حشد وطني. شلون رحت بالحشد أي؟ لا. طيب هيثم، خلينا نحكي بالبداية عن يعني عمرك إيش قد؟ عمري 25. يعني من مواليد 93. حلو. أنت تحصلك الدراسي شنو؟ طالب إدارة اقتصاد مرحلة رابعة. ها، طالب بعدك. إدارة اقتصاد. إدارة اقتصاد. طيب شو وقت دخلت مواقع التواصل الاجتماعي؟ 2011، بس ما كان عندي بيج. يعني قبل لا تدخل الجامعة. إي أكيد. طيب ليش ما درست شيء مقارب لتعمله أو الشيء اللي متخصص به؟ بالكلية ماكو، مو الكلية تطمحها هي تطلعك، تعرفين انسيابية تقدم على معظم كليات تطلع لك الكلية يمكن أنت ما دريته. فأنا كان حلمي كلية الإعلام، ما طلع لي، طلعت إدارة اقتصاد وحلوة حبيتها. ممكن أهلي؟ بعد أهلي ما بالبصرة شوية، كلية الإعلام صعبة مو مثل بغداد. أها. أي. طيب أنا سامع بالأقسام الداخلية، يعني أنا أعرف النسائية رجالي هم أكو أقسام داخلية. أكو بس أنا ما أعرف البصرة مستحيل. أها. أي. بس ممكن يعني تكون لك فرصة أو شيء. بالمستقبل من راح أتخرج إن شاء الله من كلية إدارة اقتصاد أحاول بغداد أداوم كلية إعلام. طيب يعني ليش تتوسع بشكل افقي، يعني يعني عمودي انه تاخذ الماجستير والدكتوراه؟ لا صعبه شوي. اها، ليش؟ لان عرفين حكم عملي بالمواقع التواصل الاجتماعي والوقت المحدود اللي عندي، انا صراحه ما عندي وقت ادرس، انا جامعه مرحله رابعه، اي وقت ماكو، يعني بالقوه جاي ادرس بالامتحانات الفاينل، يعني يا دوب الحق. اها. طيب هيثم، انت وضحت لي بالبداية إنه أنت إعلامي، ممكن؟ إعلامي. اشتغلت فترة معينة بإذاعات، يعني براديو. راديو تايم سكوير. أها. وأيضا بنفس الوقت أنا شفت لك كذا لقاء مع كذا فنان. أي نعم، عندي كان برنامج وتوقف لسبب الدراسة يعني. يعني أنت وقفت لسبب الدراسة؟ أي عندي حلقات بعد يعني ما معروضة بين الفنانين الكويتيين ومصريين، أجريت الحوار يعني. من أنت يعني دراسة ما لها علاقة إذا أنت مسجلها؟ صار تلكؤ شوية بالعمل وظروف الدراسة شوية أثرت. عيت الحلقات موجودة وأفكر عندنا ضيوف آخرين يعني. طيب أحكينا عن تجربتك بالإذاعة. صراحة تجربة كلش حلوة واستفاديت منها خبرة هواية. تعرفين الشخص من يحاول يصير مقدم برامج أو يحاول يدخل الإعلام ما يدخل قبل يصير مقدم برامج، لازم أكو شوية باي صعد الدرج، فما تصعدين مباشرة طبعًا للأعلى. بديت تعب أي شيء. أكيد بديت بالإعلام وهواي ناس ساعدتني صراحة، وهم اللي أكثر شيء هي والشانس. لا مو تشانس، صدقيني اذا شخص عنده موهبه تشانس ما له علاقه، تشانس يمكن يساعدك بمرحله يعني بسيطه، بس انت اذا موهوب ولبق بالكلام اكيد راح يكون محورك بالحلقه كلش حلو، وخاصه بالراديو، الراديو كلش صعب. الراديو لا بي مونتاج، لا بي يعني قطع كات ولا في شيء، مجرد مباشرات ولا صوره يشوفها المشاهد. نعم، بس هسه تطور بث مباشر على الفيسبوك، يعني تطور الراديو مو مثل قبل، يعني الراديو قبل نسمعه هسه لا نشوفه بالفيس. اي بالفيسبوك. بس هسه اغلب الناس يعني مثلا هو يكون طالع بالسياره يفتح الراديو، مو مال انه مثلا يفتح الفيس ويقعد يتفرج. صح. بس ممكن يسمع، بس اذا كان يعني شخص يعني معروف وعلى السوشيال ميديا عنده متابعين. يعني عندي حلقه بالراديو، حلقه رقم 13 وصلت مليون مشاهده بالانستغرام. يعني شيء حلو يعني الفضل اللي متابعين؟ المتابعين اكيد، الشخص اذا كان عنده هواي ناس تحبه اكيد راح الحلقه تكون حلوه، ويعني هواي ساعدنا هواي، يعني لو تشوفين محور الحلقات يعني شلون ما تقولين غصبا عليك راح تتابعين هاي الحلقه، لان بها فائده الك تعود للعوائل للمجتمع. ما نطرق حلقات اللي ناول الامور السلبيه اللي جاي يقدمونها معظم المشهورين السوشيال ميديا للاسف، اللي ما عندهم هدف، مجرد إن شلون شغلات خارج قوس، يعني ما نحب نتطرق لهالموضوع. طيب هيثم،
يعني احنا نشوف انه بالوقت الحالي اغلب الشباب او البنات يقول لك اني قبل لا ادخل مجال الاعلام مثلا او اي مجال احب انشهر به اني شنو اسوي بالبدايه؟ احاول انه اني يصير ساذج، لا مو بس هيك، احاول انه اني يكون عندي عدد من المتابعين، مو هاي راح تساعد، عدد من المتابعين حتى لما ادخل المجال ادخل اني قوي عندي متابعين اساسا. المتابعين راح يساعدوني، يعني هذا رصيد الي، يعني هسه انا حكم شغله عندي البيج 3 مليون وهواي اجت لي فرص عمل وتمثيل بس انا رفضت لك هواي. هذا البيج مو صفحتك الشخصيه. هذا بيج صحيح بس صفحتي الشخصيه هم ما قاس، يعني بيها تقريبا ربع مليون 250 الف. لذلك الفنان او المشهور من يبدي لازم اخو، مو شخص ما عنده ولا متابعين ويحب يصير، لا هذا يعتبر مثل الرصيد النقدي إلي، يعني انت عندك ناس وراك، ناس تتابعك، ناس تنتظر تشوف يومياتك كيف تنشرها، من تطلع من الطب لازم تنشر وتتواصل ويا العالم، وهاي الشيء راح يفيدك 100%. طيب هيثم، احنا راح نحكي بجانب ثاني انه هو انت مدون بمواقع التواصل الاجتماعي. نعم. اليوم اغلب الناس ما تفهم شنو معنى التدوين، وضح لنا. التدوين يعني ناقل الخبر او صانع الخبر، يعني انت مثل الجريده التحرير ومحرر الخبر، يشوف خبر يحاول يطلع عليه ويكتبه ويحرره بالجريدة. المدون احنا فريق كامل بعراقي كارز، نشوف الخبر نحرره وننقله للناس بأبسط صورة ونفهمه بأنه هذا الخبر حصري لنا وأول ينزل بالدقائق يعني. طيب منو أطلق عليه كلمة مدون؟ لو أنت لأنه نعرفه. لا والله مو أنا، بس القنوات الفضائية اللي استضافونه هواي قنوات هم يعني يعرفون مدون مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد مشت يعني. طيب شنو الأقدار والأحداث اللي صار عندك في كل قناة؟ يعني شوي سوء الحظ هواي ملازم، يعني هواي طلعت في قناة لو الحلقة تضرب لو الحلقة تتفركش، الحمد لله على كل حال. لو المقدم يتمرض، لو المقدم يتمرض اليوم مثل ما تي واليوم سويت فينا. يعني ليش؟ بعد يعني تصادفك أشياء؟ لا وحظ، يعني حتى البارحة تعرضت الموقف يعني مستحيل أنساه بالمنصور، يعني صدق لحد الآن الموقف مرة يخليك إنه ما تجي، مو ممكن؟ مستحيل إيه يعني. بس انت جازفت واجيت طبعا. يا رب يا ساتر يا الهي. الحمد لله على كل حال. ممكن يعني احنا نقول انه هي ممكن عين. لا انا اكثر شخص معرض للحسد صراحه. ليش منو يعرف انه انت جاي على اللقاء؟ لا هو بكل مره، بكل مره انه انت من تروح لقاء او قناه التلفزيون يمكن اصدقاء المقربين او جروب خاص دائما، يعني كل ما اروح اللقاء مكان فلان، يعني كل ما اروح اللقاء يصير شغله يعني. طيب صراحه اقضوا حوائجكم بالكتمان، ليش ما تكتب الموضوع؟ ما اعرف، انا قلبي طيب لازم الشيء اللي اسويه ابلغ اصدقاء المقربين. الله اكبر، مستحيل. راح تبقى طول عمرك هيك؟ الحمد لله. لا الطيب دائما خسران. لا تعرفون شنو صار بينا. على فكرة احنا عندنا. الحمد لله. الحمد لله. طيب لانه انت من البصرة وتستاهل صراحة. الله يحفظك. عيد لك مو مرة الف مرة. تدول عمرك يا طيبة. هسه طبعا رح تصير ضج علي. نغم ليش تعامل هيثم بهذه الاسلوب والطريقة؟ لا لحظة بعدنا بداية البرنامج. مو رسن هو جاي خطية من محافظة البصرة، يعني تعبان، مو رسن ندخل له الدخلة الخبيثة. بعدين شوية شوية. الوجه الاخر. اي بالضبط. طيب هيثم هسه راح ننتقل لموضوع البيج اللي هو العراق كيكرز. نعم. او عفوا قبل لا ننتقل لهذا الموضوع لانه هذا موضوع طويل لازم راح يطول شرحه، خلينا نحكي بموضوع انه انت خافي شويه عن حتى اللي يتابعوك اللي هو مواضيع الابتزاز والهاكر. ليش تبتز الناس؟ ما نحب نتطرق لهاي الامور لان انت ليش تبتز الناس؟ لا مو انا، احنا نحاول نساعدهم اكيد. لا يمكن اكثر شخص انا انزل ستوريات من بين المشهورين بالسوشيال ميديا اللي ستورياتهم ما تليق بالعائله العراقيه، انا وبعض الفريق اللي موجودين نحاول نساعد المجتمع العراقي، نحاول نوعي. انا اتعجب من بعض المشاهير السوشيال ميديا للاسف اللي عندهم نص مليون ومليون ينزلون شغلات ابدا ما تليق، وما مره واحده ينشرون منشور يمكن الوطن محتاج هذا المنشور، يعني يمكن اذا بنيه تتعرض للابتزاز وتراسع الخاص طنش. احنا بالعكس نحتضن. طيب هذا الموضوع يقول لك اني اعلامي، اني شنو الرياح اللي اقدمها؟ لا مو على الاعلاميين، مشاهير السوشيال ميديا بصوره عامه ما شفت فد يوم واحد منزل فد موضوع مفيد صراحه، يعني مواضيعهم نصها خارج قوس وخارج الامور اللي احنا نعمل بها صراحه، يعني لا يساعدون الناس ولا يقدمون خدمه للمجتمع. يعني احنا الشباب، احنا الوطن محتاجنا، احنا لازم ننهض بالبلد الامور اجتماعيه، نحاول نوعي المجتمع هذا الشيء غلط هذا الشيء صح. لا هم ينشرون الشغلات الغلط حتى يحصلون نسبه مشاهده اعلى، يعني هواي يحاولون. طيب هيثم انت هاكر؟ لا مو هاكر. لا انا اساعد الناس، يعني مثلا يعني شلون اذا انت مو هاكر شلون تساعدهم؟ يعني مثلا اني
مو أنا اسم الله، يعني في يوم من الأيام وحدة أجتك قالت لك إنه أكو فد يعني صفحة بالفيس دخلت لي باسم وهمي، دزت لي صور وهددوني. أبسط حالة هاي. شنو اللي تسويه أنت؟ أنقلها. إحنا عندنا فرقة، يعني هم أصدقائي. فريق فرقة السيفور معروف ومدعوم حكومياً. هذا الفريق يقدر يتعامل بهاي الأمور بكل بساطة. يحاول يوصلون للشخص المبتز بأقصى الوقت يعني. ويحددون موقعه وين ما كان يعني، وهذا الشيء كلش حلو مشكور عليه وزارة الداخلية. أكيد طبعاً مهم. إيه يعني أنا مجرد وسيلة نقل. حكم علاقتي ويا الفريق وحكم شغله وياهم يثقون بي مو أي شخص. أقول لهم هاي الحالة اشتغلوها، هاي بنية مهددينها، هاي يعني حالات وصلت ملايين، واحد بنية دافعة 50 مليون حتى ما تنشر صورها. الله أكبر. والحمد لله المقطع النشر اللي لازمينه ببغداد مع فرقة مكافحة الإرهاب والقوى القبض عليه الحمد لله بالتعاون مع فرقة السيفور. طيب راح نكمل حديثنا عن هذا الموضوع لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الأحبة رجعنا وياكم من جديد من بعد الفاصل مع هيثم. نورتنا من جديد يا هيثم. تحياتي لك. شكرا. هيثم احنا كنا نتحدث عن موضوع الابتزاز والمشاكل اللي تصير البنات. اكو بنات يعني خطية ممكن تصير لهم مشكلة انهم ما يقدرون مثلا يخافون من اهاليهم، لانه نحن نعرف البنت مهما حتى لو كانت كبيرة بالعمر دائما عاطفتها تتغلب عليها طبعاً. ويعني ممكن تتقشمر بالكلام او بالصورها، يعني حتى لو هسه اغلب البنات يسوون هذا الشيء، احنا بدنا نقول يعني عيب او حرام او فد شيء، ماكو واحد ما يخطئ. اي ممكن يعني تخطئ او دزت صورتها من غير قصد او بالغلط او كل شيء يصير. لما يجون يهددوها وهي تخاف من اهلها، اكو اهالي يعني ما تتفاهم، متشددين ما تتفاهم، ممكن يقول لك يعني اسم الله نقتلها احنا خلاص، توصل مرحله حتى لو كانت مظلومه بالموضوع. بس شلون البنيه تقدر تبلغ من غير ما اهلها يعرفون وتصير لها مشكله؟ تكلمنا بفرقه السيفور، عندهم صفحات على الفيسبوك على انستغرام، مجرد ما تدز لهم رساله هم راح يحتوون هاي الحاله ويحولونها على الجرائم الالكترونيه. اكو ناس يعني وظيفتهم هذا الشيء. طيب شنو يعني نص الرساله اللي دزه انه فلان ساعدوني فلاني. هذا يعطينا تعطينا الدلائل، خو مو اي وحده يعني، لازم دليل، محادثات، البصمات، بحيث يتوصلون لهذا الشخص المبتز عن طريق تحديد موقعه او رقم تليفونه اللي يستخدمه هو ويتخذون به الاجراء المناسب. جميل. طيب هيثم هسه احنا بعد ما حكينا عن هذا الموضوع احنا يعني لازم ننوه عن هذا الموضوع، لان موضوع كلش مهم وهاي يعني الناس تتاذى، عوائل تاذت، هوايه بنات تتاذى وخطيه. فاحنا نقول لهم من خلال هذا البرنامج نقول لهم لا تترددون، بلغوا اي شخص يعني مكافح الابتزاز وخاصه فرقه السيفور لان هاي الفرقه مدعومه حكوميا، لا تترددون، هذا الموضوع راح يبقى سر. ونصيحه من عندي لهم يعني انت اذا تحفظك على هاي الحاله يمكن تخسر حياتك. يعني توصل لقتلك، ومثل ما ذكرت عوائل متشدده مجرد ما يسمعوا البنيه ناشرين صورها لا توصل القتل. هي مظلومه البنيه، يمكن خطأت خطأت هذا الخطا، أو ممكن ضاع التليفون، ممكن كل شيء يصير. فعلا فاحنا نقول لا حد يتردد، بلغوا مركز الشرطه اكو رقم خاص لهم وان شاء الله ما يصير الا الخير. طيب هيثم راح نتحدث بموضوع ثاني اللي هو البيج. نعم. شو ضحكت؟ فرحت؟ البيج اللي هو العراق كيكرز. نعم. شو وقت سويته؟ والفكرة ببداية يعني أول ما سويته شنو كانت الفكرة من هذا البيج؟ أنا أول ما سويته سنة 2013 صراحة ما توقعت يعني ينجح هذا النجاح، وبهاي السنين بسرعة يصعد 3 مليون ومتابع من أغلب الوطن العربي. مع العلم يعني أنت يعني حاولت أكثر من مرة على الفيسبوك. أكثر من مرة. إيه بدايتي كانت 2011 سويت بيج على الفيسبوك، تعرفين الفيسبوك مو مثل الانستغرام، الانستغرام يعني فد شيء حلو ومحتوى شبابي حصري، يعني ماكو الاعمار اللي بيه كله من 20 ل 30 حد، مو مثل الفيسبوك اللي بيه فئات المجتمع العراقي كله. صراحه بديت بالفيسبوك بس ما نجحت، قلت يمكن على الانستغرام. الحمد لله سويت بيج على الانستغرام، ساعدونا بعض الشباب سنه 2013، وسنه عن سنه بدا يكبر وياخذ ما شاء الله جوائز، وعندنا هوية خاصة بالنقابات الصحفيين العراقيين. جميل، يعني معتمد. معتمد يعني اكو اخبار حصرية تنزل لنا وبلوجو عراق كيكرز، ويمكن احنا اول من نصنع الخبر بالعراق وبعض البيجات تقدر تاخذه يعني. قرأت يعني انه يعني اول من يعني عفوا مو اول من يصنع الخبر، اولى الصفحات، اولى صفحات في العراق. طيب شلون اولى يعني انتم اول صفحة بالعراق كله؟ لا صارت؟ احنا اول صفحة متابعة من قبل العائلة العراقية. يمكن احنا اول صفحه ما ننزل شيء ما يليق بالمجتمع، شيء زائد 18،
واول صفحه اللي بيها فقرات متعدده من فقرات الشباب اللي الاكبر سنا. يعني يسوي برنامج كامل عندنا حتى بثوث مباشره نحاول نساعد الناس اللي عندها مشاكل. طيب يعني هذا البرنامج الفقرات اللي مختصه بالبيج يعني كل شخص انتوا مجموعه اشخاص صح؟ نعم. احنا مجموعه اشخاص محررين الخبر يعني مو اللي ينشرون اللي ينشرون محررين اخبار اساسا يعني اساسا محررين اخبار اخباري طيب هم يعني يعملون بمكان اخر لو فقط يعني هم طلاب جامعات من بغداد ومن البصره يشوفون اخبار يحاولون يصيغونها بصياغه جميله ويقدمونها للناس من بيج عراق كيكرز. طيب يعني يعملون بالبيج يعني حبا بالبيج لا لا او حبا بالبيج مقابل اجور بسيطه كيف تكون الاجور؟ اجور ناخذها من اجور الاعلانات اللي نستلمها. يعني اي اعلان ممكن يجي للبيج؟ اي اعلانات مو مثل اليومين، الاعلانات اللي ناخذها من الشركات، من المقاولات، من شركات الطباعه والاعلان، شركات الاستثمار اللي بالمولات، هيك شيء. يعني اي اعلان يجي للبيج يتوزع حتى على الكل يعني على الكل يتقسم على ثمانيه، انت مو ثمانيه قلت لي؟ يتقسم على ثمانيه. واحد محرر اخبار، واحد مصمم، واحد يطبع، واحد يجيب الاخبار، يعني هو كل واحد وظيفه خاصه، واحد يطلع لنا افكار جديده، واحد مصمم محترف لوجوات وهي السوالف، يعني فريق كامل، احنا جروب مثل عائله واحده. حلو. طيب هيثم انت قلت لي انه هي معترف بها من قبل نقابه الصحفيين. نعم. وهذا شيء جدا مهم طبعا وحلو. الصفحه الوحيده اللي هي طيب يعني لازم تكون المنشورات اللي تنزل مراقبه من قبل النقابه أكيد. يعني ما يعرفكم هيك انه كل شيء تنشرون براحتكم، احنا صفحه لازم تكون المنشورات دقيقه طبعا صحيحه همي. احنا ما دام عندنا 3 مليون متابع احنا راح بين قوسين صرنا بين مسؤوليه كبيره، يعني انت من تنزل خبر يعني انت تفكر بانه كل اللي راح يشوفك افراد المجتمع، الطفل، الشاب، المراهق، المراه، هواي ناس، فاحنا ما ننشر اخبار اذا مو الخبر 100%. يعني احنا يمكن اول صفحه بالعراق تنشر الخبر وباقي الصفحات يتعمم ياخذونه من عندنا، يعتمدون مصدر لان عراق كيكرز نشر، تعال خلي اخذ هذا الخبر. يعني احنا اول صفحه هي تصنع يعني الخبر وتنشر. يعني يعتمدوكم حتى الناس 100% يعني صفحه لها ثقل بالشارع العراقي. طيب ارجع واقول واكرر سؤالي اللي هو ليش يعني انا شفت لكم انتم منزلين صوره بنيه باركوا لها خطبه، شنو المشكله يعني؟ اي باركوا لها خطوه تضيفوا البنيه حسابها يخبل وهي تجنن. اي دخلت يعني على المحتوى شفتيهم شنو ناشرين؟ والله شفت هي منزله اغاني وما اعرف شنو ذولي يعني بس يعني انه تناشر بنت وتجنن وتخبل. ذولي اثنين من بغداد مروا بعلاقه حب لمده سنه كامله وحبوا ينشرون صورهم على الانستغرام وما شاء الله خلال فتره وجيزه وصلوا 500,000 متابع ووصلوا الحمد لله وصارت يستقبلون اعلانات وفضائيات تدز عليهم فحبوا يسوون اعلان بالصفحه ما بها اي مشكله. يعني عادي يعني هذا شيء طبيعي يعني اذا هي الالهيه سامحه تنشر صور احنا ليش اخو ما نمنحها؟ يعني اقصد النقابه يعني عادي عند هذا لا ما لهم شغل يعني. يعني وانت قلت احنا المنشور اي بس المنشور ما بي لا خطا لا اساءه، بنيه تريد تنشر صورتها وهي ناشرتهم اصلا، هي هم موديل تعتبر وناشرتهم، احنا ليش نمنع ما يعني نشر؟ ما بها اي مشكله؟ لا ما بها اي مشكله. طيب راح نحكي بجانب اخر، عندكم فقرات شنو هي الفقرات اللي يعني هواي فقرات اللي حمد سويها، فقرات ترفيهيه، عندنا فقره مشاكل هي اكثر فقره منتشره بالانستغرام، هاي اكثر فقره استفادت، يعني انا كل مره ابدي الغيها بسبب بعض التعليقات ليش تنشر هيك فقره خاف المراهقين، بالعكس هاي الفقره مثلا انت يمكن نغم عندك صديقات تحاولين من يصير عندك مشكله تناقشين، بس اكو ناس ما عندها اصدقاء يعني هواي توصلنا اطرح مشكلتي اكو هواي بنات يعني والله احنا ساعدناهم من مشاكل كلش كبيره وحاولوا يعني هواي وصلت امور قتل وهيك سوالف، المشاكل الحقيقيه اللي ننشرها للفائده للناس، يعني حتى لو شخص ما عنده مشكله من يقراها ويقرا التعليقات راح يتعلم هي طبعاً. اخطاء مثلا بنيه حبت شخص وهذا الشخص نكرها وهذا الشخص بنيه عمرها 18 سنه من تشوف هذا المنشور من تشوف التعليقات الناس راح تبتعد راح تصير عتفد نوع من التفاؤل تقول ما دام هاي البنيه خطات انا ما راح اكرر هاي الخطا طبعًا. يعني تصير عندها نوع من التشجيع يعني احنا ما ننشر طيب فقره ما بيخالف. طيب بتخاف انه يكون التاثير عكسي؟ ماكو شيء عكسي يعني انا اشوف شيء غلط اسوي مثله؟ ماكو هيك ترجع لهم مو الي، انا الهدف الاساسي من الناس تتعلم من الاخطاء. طيب منو المشرف على هذه الفقره مال المشاكل؟ انا المشرف. يعني انت اللي ترد وانت اللي انا اللي اقراهم وانشرهم، انا اللي احدد يعني. يعني فقط انت اللي تشوف؟ فقط انا خاصه. طيب هم ترد عليهم؟ ارد عليهم اذا كانت المشكله كلش كبيره والبنيه هي تكتب جوا انا ما اريد انشرها بس اريدك ترد علي.
بحكم علاقات ويا الناس، اذا اكو تهديد، اذا اكو فد اكو هواي يعني مشاكل ما احب اتطرق لها. كم يجيك يعني باليوم هذا الفقر؟ 2003. وكلهن ترد عليها؟ لا كلهن تشوفها؟ تجي قدامي افتحها ارد عليها. لو بس المهمة؟ لا مو انا ما ادري مهمة لو لا، بس تجي قدامي فوق افتحها اشوفها ارد عليها. طيب هيثم ردودك شلون تكون وياهم احيانا؟ حسب نوع حتى المشكلة. لو مثلا قالت لك يعني فقط طرحت المشكلة، ما قالت لك انه انت فقط رد عليها، بس طرحت المشكلة، ردك شلون يكون؟ ردي ما اي رد ما عندي، اقول لها اوكي انتظري تابع ساعة 11 فقط؟ اي فقط. ما تشاركها رأيي؟ ما شارك. اذا كلش مشكله يعني كبيره بها قتل او ابتزاز او فتشي، بس اذا مشكله عاديه انا حبيت ولد واريد هيك نصيحه هو عارفني، اقول لها انتظري الساعه 11 راح انشرها، انتظري اراء الناس، تلقين 5000 تعليق فما تحتاج. يعني ما تشارك رايي؟ لا مستحيل. زين المتابعين ما يقصرون يعني، كل مشكله بها 5000 تعليق يعني. تبقى على هيثم. اوكي اكو بنت يعني انا ما اريد اذكر المشكله لانه شويه يعني زحمه وعيب انه اني اسولف بها، انه هي فقط راح اذكرك انه هي بنيه هواي عندها مشاكل، اي احد تحكي وياه تصير مشكله، ترتبط باكثر من شخص. اكثر من شخص. انت شنو رديت عليها؟ رديت عليها قلت لها انت مو كلهم تجربيهم هذا الصراحه. لا يعني لا هذا هيك. لا شنو قلت لها؟ قلت لها انت باقيه يوميه مجربه واحد. اي يعني البنيه اذا حبت شخص وهذا الشخص خطا، ليش تظل تجرب يوميا احب واحد؟ طيب اوكي خلينا نروح هذا الفاصل وبعدها نواصل حديثنا. مشاهدينا الاحبه رجعنا وياكم من جديد بعد الفاصل. هيثم قبل الفاصل كنا نتحدث عن البيج وما زلنا بحديثنا عن البيج. حابه اعرف انه ما عدا الاشياء اللي تحدثنا بها عن الفقرات والاشياء اللي يقدمها، شنو الفائده اللي يقدمها للمجتمع وبنفس الوقت شنو الفائده لك انت؟ الفائده اللي نقدمها للمجتمع اخبار يعني منوعه، بدل ما تتابع تلفزيون، بدل ما تتابع سياسه يا رياضه اجتماع، تقدر تعرف اخبار العراق. طيب اول باول من خلال البيج. اي فقط فقط يعني. طيب مختلف الاعمار انه انت تتابع البيج؟ نعم صحيح شيء اكيد، يعني هو اصغر طفل عنده الانستغرام. يعني انت تلاحظ اقبال الاطفال اكثر لو لا لا. لو البالغين بالعمر الاطفال يتابعون هاي الشخصيات اللي بالسوشيال ميديا اللي انتشرت اللي ينشرون شغلات غلط او مو صحيحه، بس البيج بصوره عامه الطبقه الراقيه، الطبقه المثقفه، الطبقه اللي عندهم وعي اكثر بالمجتمع ولازم نطوره من خلال الشباب. شلون يعني الاطفال المراهقين يتابعون الاشياء غير الصحيحه؟ يعني معقوله كلهم يتابعون الغير الصحيح؟ يعني اكو هواي مشاهير السوشيال ميديا اللي يقدمون محتوى ما عندهم محتوى، مجرد سوالف زائد 18 وغلط وفشار، هالاشخاص اللي يتابعونهم. هواي ركزت على هذا الموضوع بصراحه، هذا الموضوع لازم نعالجه، هم انفسهم لازم نلقى لهم طريقة حل، لأن هواي مثلا هواي ناس معروفين على السوشيال ميديا، ستورياتهم وحساباتهم قوية، تباعونهم تدخل حساباتهم ما يقدم فد شيء هادف للمجتمع، لو يقدم فد شيء لو غلط، لو يرقص في الشارع، لو مسوي روحه مرة ويلابس ثوب نسوان. ما ممكن يعني إنه هذا فد شيء مضحك دي دخل يعني الضحكة على يعني للأطفال دي يخليهم يضحكون. يعني مضحك أنا ألبس دشداشة مال مرة وأمشي بالشارع وأرقص؟ طيب وعندي عندي نص مليون متابع، هذا معقول يعني هذا الشيء؟ ممكن دور هو لا دور مو دور تمثيلي، هو صح صفحته الشخصيه وكل هو شيء هو يمثل حق. هو مو يعني صحيح انه هو دايل بس الدجاجه ويروح يرقص، هو لا مسلسل ولا برنامج ولا مجرد سمعيني حسب احنا بواقعنا بالانستغرام، تريد تنشهر، تريد تنعرف، خاصه هم عندهم مصطلح خاص الطش، سووا شغلات غلط، انطيني شخص طاش عنده شغلات صحيحه. اكو هواي شغلات ماكو صدقيني، انا هواي بهذا المجال باحث، مرات انزل منشور توعيه ما تشوف بيه تفاعل، باقي الصفحات ينزلون منشور طائفي، منشور بإفشار، يصير بتفاعل، احنا لازم نلقى شار؟ لا إفشار او غلط او تجاوز، واحد ينتقد يتنمر او من هذا الشخص يصير بيه هواي تفاعل، ليش احنا المجتمع يحب يعني الشغلات؟ احنا مجتمعنا يحب الاشياء السلبيه 100% هواي، يعني مو كل المجتمع، تقدر تقولين 70% من خلال التفاعل. ظلمت الناس كلها يعني؟ لا ما ظلمت الناس، هذا الواقع، حطيتهم بدائره يعني وخليت عليهم كلهم اكس. هذا الواقع، انت شوفي نص المشهورين هسه مو الفنانين، نص المشهورين بالسوشيال ميديا ما عنده محتوى، انت من تقابله تقول انت شنو محتواك؟ والله انا اضحك، والله انا اسوي مواقف مضحكه، بس يعني هم عندهم متابعين غلط. وعندهم فانز وعندهم جيوش ايضا مقتنعين. شنو الغايه انا اسوي لي جيش؟ شنو الجيش؟ معركه عندي يعني مع الاسف، طيني واحد من الجيش مالهم عمره 20
يعني كلهم اي 14 عمرهم ماكو 15 يعني دون ال 18 و 17 سنه صدقيني هم ذول نفسهم بعد كم سنه راح يتندمون على هاي السوالف اللي يسوونها لان هذا غلط راح يبلغون يعني 100% هذا الشيء غلط يعني انطيني يعني فد شيء عاقل شخص يلبس دجداشه مال بنيه او هو مسوي روح بنيه ويطلع سنابات يصور وعنده متابعين يعني شوفوا هذا القهر اللي تشوفيه المجتمع يتابع هيك شخصيات صراحه يعني ما يجل احترامه لهم هم صفحاتهم الشخصيه وانا احبهم هم ناس يعني واصلين يعني اكو بيهم خريج كليه اكو بيهم شخص بس هو يسوي هاي السوالف ليش؟ يعني صدقيني هو يسوي هاي السوالف ويحس بيها غلط بس شو يسوي يقول انا اعتمد على المتابعين حتى تجي لي اعلانات انا شخصيا اعرف شخص هيك اقول له هذا الشيء غلط سوي يقول لي والله اعرف غلط من هو؟ ما اقدر يعني هو صديق وعندي تواصل ما اقدر اقول هم نصهم تقريبا يعني ما عندهم يعني ممكن انه هو عيشته على هذا الموضوع يعني عيشته على موضوع غلط اكو الف ليش شغله غلط يعني هو هذا ما سايله ولا سايل اهله ولا سايل اي شيء هذا يعني بال 14 ولا 15 من يتابع من يشوف هذا الشيء مسوي غلط تمثيل هو ماكو شيء اسمه تمثيل يعني هو مو مسلسل صدقني يعني اسمح لي يعني هو قابل حقيقه لا مو حقيقه بس انت الطبقه اللي تتابعك من سن ال 14 ل 18 من يشوفون هي الشخص مسوي في الضجه الالكترونيه والله اغلط على ابوي واحد يعني انا موجود هسه طلع لك كان بالموبايل واحد ويا امه يطلع امه بالتصوير يغلط عليها واحد ما ادري شنو يعني هذا الشيء صح هذا مو شيء صح موجودين موجودين صدقين وتعرفين والاهالي الاب والام يعني كل واحد يريد يشتهر لو يصور اخوه الصغيرون لو ابوه يغلط يطق ابوه لو يلبس حجاب اكو هاي متابعين شوف الاكسبلور متروس يلبس حجاب ويصور يعني بغض النظر عن الحجاب احنا من خلال البيج هواي ننشر معلومات بانه احنا لازم نطور مجتمعنا يعني البلد معتمد علينا احنا شباب لازم نطور المجتمع يعني انت هذا الشيء مو حلو حتى لو تجيب لك متابعين هواي يعني عيب انه تشوف شخص انه هو يصور ابوه ويحكي ويتجاوز صور ابوه ماكو مشكله بس مو تصور ابوك يغلط عليك او تصور صديقك تغلط على ابوه والله شنو حتى ضحك صاحبي ذكرتني بشيء كنا نتحدث عن الطفل عفوا هو طفل يعتبر يعني اي عمره يعني 15 16 14 يعني فيعتبر هذا الطفل حد ما يبلغ خصوصا الولد انا عندي لحد ما يبلغ عمر ال 20 واكثر 100% 18 20 يلا يصير بالغ انا برايي بعد ما تبلغ عمر ال 25 تصير امراه تكتمل برايك انه هذا الطفل انت تنتقد هذا الموضوع اللي هو الولد انه يتجاوز على ابوه هذا الطفل ما دا يتجاوز بصراحه لكن عنده بعض الفيديوهات انه هو يصرخ مواقف مضحكه مواقف مضحكه أي. لكن يصيح بصوت عالي يعني عنده بعض الفيديوهات لا هذا شو ويصيح صح ويجادل يعني حتى الجدل حرام وعيب 100% يعني اكيد بس شو ويجادل وبنفس الوقت انت ناشره بالبيج سمعني اكو واحد فرق بين واحد يشاقي او يسوي مقلب ويا والده انت قلت والده يتجاوز عليه والده يتجاوز عليه بكل فيديو بس مو الابن يتجاوز على والده انا هواي شايف فيديوهاتك وهو يتجاوز عليه والله جيبي لي فلانه ما ادري شنو ويسوي مشهد من دقيقتين ويحاول ينشره يحاول يطلع دور الام بانه الام الضعيفه الام اللي ما تقدر على ابنها ليش هيك يطلعون بالام العراقيه هو جاي نشوف هاي يعني الحالات يعني اسمح لي يعني هو ما اعتقد انه يطلع الام الضعيفه لا مستحيل يعني من يغلط على امه هذا شيء حلو لا مو شيء حلو لا مستحيل هذا الشيء يعني اكيد مو حلو بس يعني مو يطلع الام الضعيفه هي الام طبعا يعني مهما الشخص يسوي الابن يسوي بيها فهي تفقد خلي يسوي مشهد حلو يعني ليش لكن ممكن يعني يحبي يشوف الناس الجانب الاخر انه هو والدته صديقته اكو امهات ام صديقه بس ما توصل لمرحله الغلط فهو يقول لك يعني اني امي صديقتي وكل شيء اسولف وياها لكن هو يعني ما اعرف يعبر هذا على فكره هذا الخطا مو عليه هو خطا على والدته انه هي تقبلي شخص يحبها لا اسان اما شاق والدتي بس مو كل شيء نشره يعني اكو هواي ناس كل شيء ينشر صح خطا هي الام من تقبل او الام او الاب من تقبل انه الطفل بالشقه يتجاوز ويعلي صوته يعني خلاص مو بالطفل صدقني بالام طبعا اذا هو ما يفتهم واذا هو عقل يعني صغير يعني على الخطا حتى يصير متابعين لا 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 مستحيل بس شوف هم يسوون هاي الشغلات الغلط و100% هو يدري بانه هو يعني تافه يقول انا تافه واسوي شغلات غلط نسيني ليش يقول والله حتى حصل متابعين حتى اكسبلور يصعد هذا الشيء خطا انت تقدر تصعد متابعينك من خلال الحوار الهادف من خلال مساعدتك للناس من خلال يجاوبك اتحدى واحد من عندهم يوم ناشر له منشور يدعم ايش يعني القوات الامنيه طرق الابتزاز يدعم الفتاه مستحيل هدفهم وحياتهم لو غلطوا في شارو موضوع بعيدين عنه ما يخلص ابدا طبعا الموضوع هذا جدا طويل واحنا الوقت يعني بقى عندنا قصير خلينا نحكي بالموقف اللي تعرضت له البارحه وين دريتي بيه
عرفت والله راقبتك بصراحة. طبعا البارحة يمكن أول مرة بحياتي مر فيك موقف وموقف مرعب يعني أنا هذا الموقف اللي يعني عرفت إنه موقف صعب ناسي. وهذا الموقف الصعب يعني بسبب إنه أنت ما قدرت تجي لكن أصريت إن تجي. أمس أمشي بالمنصور. الله أمس. كنت حلو قد أحب أهل البصرة يقولون أمس. هو أمس. لا شو تقولون أنتم؟ إحنا البارحة. لا أمس البارحة. قد حلو. أمس جاي أمشي بالمنصور أنا وصديقات وأصدقائي أريد أشتري فت ملابس. طبقت سيارة جكسارة مظللة. صراحة لفت يعني انتباهي طبقت قريبة نزل منها شخص يعني مبين ضابط من شواربه وقاط وما أعرف شنو صافن علي بطريقة مرعبة هيك. أنا قلت يعني هذا ما أول شيء قلت الضابط مجرد لابس يعني بدلة كاملة بقى صافن حدت نظرته علي هيك ظل يباوع. أنا بصراحة خفت قلت تقرب علي ورفع الستر طلع مسدس. وبعدين أنا صراحة محتاريت شو أسوي أصدقائي قلت له شنو هذا يعني ضليت أخابر أروح أنا بالمحل دا أشتري يعني خفت لي كتلة 100% يعني تعرفين هواي مرت هيك أحداث وإذا شخص عنده متابعين أو شوية معروف على السوشيال ميديا خفت. آخر شيء تقرب قال لي السلام عليكم. قلت له عليكم السلام. قال لي هيثم أبو عراق. قلت له تفضل. قال لي أنا أشد متابعينك وأريد آخذ صورة وياك. الله أكبر. سويت بي والله العظيم يمكن ساعتين أنا وجهي أصفر بهذا الموقف يعني أول مرة في حياتي أتعرض لهيك. أنا قطعت الخلف يا مرتي. يعني أول مرة أتعرض لهيك موقف يعني هواي ناس تجي تاخذ وياي صور بس مو بهالطريقة. فساعتين أنا وجهي أصفر وما أحكي شيء صراحة. ثاني شيء خابرني واتصل بي وضلينا على تواصل. لا بس هيك امور صعبه شويه وخاصه ايه احنا بلدنا تعرض لهواي ازمات بالضبط. الحمد لله على كل حال. اي بغداد يعني يعني مو بديرتك او صح صح ما اعرف هواي ناس ايه. صعب ايه. طيب انت عندك رساله او شيء معين تحب توجهها لشخص على ما اعتقد وهواي اكو او رد رسالة. عندك رد اللي احد الضيوف اللي جبتهم بالبرنامج؟ لا لا ما عندي رد بس هو نصيحه اخويه لهم يعني خلي ينشرون شغلات تفيد البلد شغلات هادفه. انا من صح مارس حريتك الشخصيه مارس مقاطعك اضحك بس لا تسيء للشاب لا تسيء للام لا تسيء للشخص اللي معاك وتغلط عليه او تحاول تقلل من قيمته حتى الناس تضحك. قدم محتوى يفيد. انا ما احرمك من الاشياء اللي تتونس بها كل احنا شباب وكل احنا نسوي مقالب ونضحك بس اكو شغلات غلط ننشرها نعمم الفكره نخلي الطفل يقلدنا والاعمار الصغيره تقلدنا. اتمنى ياخذون بهاي النصيحه يعتبرون اخوهم الصغيرون حتى لو تجيب لك متابعات خليها تقلل حتى الناس تبقى تحبك اكثر واكثر. طيب هيثم صح كل كلامك اللي قلته انت صحيح ويعني على عيني وراسي لكن انت تقول يعني انه قلل من هذه الامور ولا تتجاوز ولا صيح. انا اغلب اللي استضافتهم بالبرنامج الحمد لله كلهم لا مو لهم يعني انت لا تحكي بشكل عام انتم يعني لكن انا اغلب اللي جوتهم بالبرنامج محترمين وبصراحه لا اكو شخص يعني هو قال انا تافه شلون محترم ما اعرف يعني انت راجع افكارك شو من سالتي قال لك انا تافه وقدم محتوى تافه يعني هو بنفسه راجع الحلقه وشوفيها مستحيل ورا الحلقه اذا قلت منه لا مستحيل لا والله متاكد منو ما اقدر يعني هو صديق وبيناتنا تواصل فما اقدر ما اعتقد اكو واحد قال لي انه انا تافه لا سالتي شنو المحتوى مالته قال لي انا عباره عن تفاهه هسه اذا جاء انا اسوي هيك انا بكيفي قناني كل شيء فانا ما اقصد احد اكو هواي شخص ثاني يمكن غيره بغض النظر لكن هم الولد كلهم اصدقاء لا هم حبابين وعندي تواصل حتى لو قال يعني مثلا كلمه ممكن ما لقى رد او ما لقى شيء يحكيه لا هسه انا لقاء ماركو الشخص انا صراحه ما اعرفه اشوفه بالاكسبلور بس من تحاوري تحسين طريقه كلامه كلش حلوه الله شاهد انا ما اعرفه مجرد اشوفه بالاكسبلور يعني صدق انصدمت قلت هذا الانسان هو اللي يضحك يعني شوف ايش قد نفتقد ايش قد نفتقد الحوار الهادف مثل ماركو مثل شخص اخر يقدم شوف ايش قد يضحك هو ما يوم اساء يمكن الله شاهد انا لا متابعه ولا اعرفه بس لابد نذكر الشيء الزين وننتقد الشيء الايجابي بس صحيح حتى انا انصدمت بيه يعني ما توقعت طريقه حواره وكلامه كلش حلوه ما توقعت هاي الشخصيه وراء هذا الشخص اللي بس أتمنى يضحك أتمنى بعض الشخصيات يباعون لهذا اللقاء يغيرون الشباب أيضا محترمين وأني أحمد تحياتنا لهم كلهم طبعا اللي يروحون يزعلون علينا لا ولا هم طيبين ما يزعلون إحنا ما قلنا شيء عليهم الله يحفظك طبعا بالنهاية نورتنا يا هيثم تسلمين وشكرا على الدعوة ولو ما قلت لي من هو بس يلا ما يخالف شكرا لك لأنه جيت في بغداد تسلمين يا وردة وتعبناك لقاء كلش حلو وخاصة مع القلاتي هواي صارت يعني اللقاء يصير
سهله. طبعا صارت كثير كثير مشاكل انه هي توقف الحلقه واحنا 3 ساعات بموقع التصوير، بس الحمد لله عدت سلامات. الحمد لله نورتنا يا هيثم مره ثانيه. شكرا لك. اذا مشاهدينا الاحبه نلتقيكم بموعد اخر ان شاء الله، تحياتنا لكم والى اللقاء.